السلام عليكم الخوت. الوغ في هاد الستوريات غادي نهضر معكم كانفلونسر. سمعوني مزيان حتى انت اللي كنتي انفلونسر مزيان تسمع هادشي. كيجيو عندي بزاف ديال الدراري ولا الدريات اللي خدامين على براند دي براند، وبطبيعه الحال كيبغيو يخدموا على براند كيشوفوا لي زانفلونسر. الاشكال اللي كيوقع هنا انهم كيخدموا مع دي زانفلونسر، ملي كنهضروا عليهم تيقول لك اودي ما درت حتى مبيعة، وهاد لي زانفلونسر يعني كتلقى عندهم مليون جوج المليون وما داروش مبيعات كثار او لا ما داروا حتى شي مبيعة، وكيسول كيفاش علاش واقع هادشي. الوغ انا غنشرح لكم هاد المساله وغادي نشرح حتى لي زانفلونسور باش يتبدلوا شي شويه. المهم تكون عارفين هاد اللعيبه. راه الانفلونسر كيتحرك تجاريا. كيفاش تيتحرك تجاريا؟ يعني واحد السيد انت اللي كتجي تخدم وهداك السيد نهار وما طال وغطي حتى في الستوريات قول لهم اشهار، هداك السيد تيتحرك تجاريا. انت اش كيوقع لك ملي كتكون تختار هاد لي زانفلونسور؟ كتختارهم اعتمادا على عدد المتابعات او الاشهار المشاهدات او لا على حسب عدد لي فولورز اللي عنده. هذا لا يعني ان هذاك السيد غيكون ناجح تجاريا بالنسبه لك، لانه كيكون تحرك تجاريا. هذوك الناس فايتين جربوه في هذا البرودوي وهذا وهذا وهذا، ولكن حيت هو تيدير غير الاشهار بلا ما يهتم لا كريديبيليتي ديالو كيتحرك ما تيبقاش صالح. انت كتجي حيت تعتمد غير على المتابعات وعلى هذا وكيسحبك، راه اون فوا غيدوي عليك غتفرقع. لا راه خاصك تقلب على انفلونسر اللي ما تحركش تجاريا، يعني نهار وما طال هو كيدير الاشهار. راه كاين انفلونسر كيديروا 3 4 ديال لي ستوري في النهار، يعني الناس تستنزفوا تجاريا. ملي كتجي دير معاه انت الاشهار ما كيخدمش ليك. حاول انك انت ملي تقلب على شي انفلونسر حاول تقلب على انفلونسر هادي في ديك النيش ديالك وتكون عنده لا كريديبيليتي. لي زانفلونسور اللي عندهم لا كريديبيليتي راه ما تلقاش كل نهار تيدير لك الاشهار، كيدير اشهار البرودوي واحد وسير عليكم اللي كتشري كتلقاه مزيان. هادو هما اللي خاصك تقلب عليهم، لان هادو لا يعني باي شكل من الاشكال ان واحد معروف وعنده واحد العدد كبير ديال الفولورز او لا هذا او لا حتى ملي تحط شي فيديو كيضرب الملايين يعني انه راه كيبيع. راه هذا هو الغلط اللي تيوقع. وراه ناس السيمانه اللي فاتت واحد مشات لي 15000 درهم، واحد مشات لي 20000 درهم، واحد كان معايا دابا حتى هو حط فلوسو في ديزانفلونسور وما باع والو. هاد الفكره حيدوها من راسكم وبدلوها، الله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه لديزانفلونسور حاولوا تخدموا على الكريديبيليتي ديالكم، لان لا كريديبيليتي راه هي راس مالك. الا كنت انت اي برودوي دير ليه الاشهار اي برودوي هذا راه ما خدامش ليك هادشي، راه واحد النهار غادي تموت. في الاول راه تيكون خدام هذاك الشيء، من بعد تتموت والناس كيجربوك وتيجربوك كما تيوقع دابا لهادو. صافي كيعرفوا تياخذوا واحد الفكره ما باقيش غتقدر تكمل تجاريا. هذا هو الاشكال. لهذا اهتم بلا كريديبيليتي ديالك واهتم بالبرودو اللي غدير ليه الاشهار وتلقاه مزيان عاد دوي عليه. ديروا له ابوني ديروا له ابوني ديروا له